أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل نقول أن من صفات المنافقين كثرة الأكل؟ وعلى هذا من كان كثير الأكل أن فيه صفة من صفات المنافقين؟ هذا في الحديث: ما يأكل بسبعة أمعاء. الشره بالأكل دليل على قلة الإيمان أو قلة الخوف من الله عز وجل، وأن الإنسان راغب في هذه الدنيا. وفي مخالفة للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. فالشبع ما هو من صفات المؤمنين، وإن كان مباحا، الشبع مباح، ما نقول إنه محرم، لكن نقول ليس هو من الصفات التي يتحلى بها المؤمن. نعم.